النهارده احنا من دفعه حركه نيابات سبتمبر 2017 اللي المفروض هيقدم عليها دفعه 2014 مناطق مركزيه، بالاضافه الى الاطباء المكلفين من المناطق الدائيه لدفعه 2015. المفروض ان احنا عندنا حركه نيابات 2017 اللي هي الفتره الحاليه بنقدم عليها. كل سنه الحركه بتنزل في نفس الميعاد احتياجات مناسبه للعكس اللي موجود في وزاره الصحه، بالاضافه ان هي بتنزل باحتياجات التخصصات ملائمه للاطباء. لكن السنه دي على عكس كل سنه تمام نازله، عدد الاحتياجات قليل عن كل سنه، بل بالعكس عدد الاحتياجات قليل ومزود عدد التخصصات الغير مهمه. تمام، هل ده مرضي ان هو ينزل عدد كبير من الاطباء المقيمين في الوحدات الصحيه؟ هل ده مرضي ان ينزل 5000 طبيب مطلوب ان هو يشتغل طبيب مقيم في الوحدات الصحيه من اصل 15000؟ طيب فين اللي احنا اتعلمنا عشانه؟ يعني احنا قعدنا 7 سنين نتعلم، من بعد ال7 سنين دخلنا سنه تكليف، تعبنا كل الثانويه العامه في الكليه عشان في الاخر اقعد في وحده صحيه طول حياتي. هل ده مرضي؟ هل ده مرضي لاي حد؟ طبعا غير مرضي على الاطلاق. في عجز بعض المستشفيات، رغم كده الوزاره مش منزله العدد الفعلي للعجز اللي عندها. ده اول نقطه عندنا، ان احنا نزود عدد الاحتياجات خصوصا في التخصصات اللي عليها اقبال. تمام؟ وبيمثل برضه العجز اللي موجود في المستشفيات. النقطه الثانيه، عايزين في البدايه ان احنا بدايه التكليف لما جينا استلمنا كان في شروط اتفقنا عليها مع هيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه. كانت الشروط دي في بدايه التكليف اتفقنا عليها، لكن حاليا مع بدايه حركه النيابه الشروط دي كلها اتغيرت. تمام؟ طيب الشروط دي كانت بتتمثل في احد الشروط دي مثلا كان بيتكلم ان احنا الدفعتين دول بس اللي يقدموا زي كل سنه، لكن السنه دي فتح التقديم لكل الدفعات الاصغر. يعني عندنا دفعه مركزي 2015 دي المفروض التقديم بتاعها السنه الجايه، لكن النهارده الدفعه دي تقدر تقدم معانا في الحركه، وبالتالي قللت عدد الاحتياجات وزودت عدد المتنافسين. تمام؟ بالاضافه كمان انه غير شروط حاجه اسمها شرط تغيير التخصص حسب سماح المجموع. كان عندنا الدكتور في خلال اول 6 شهور يقدر ان في 6 شهور يغير التخصص بتاعه. تمام؟ بناء ان اللي اشتغل في التخصص ما حبهوش، فبناء على المجموع بتاعه يقدر يغير التخصص في مكان تاني. دلوقتي الشرط ده اتغير. تمام؟ الشرط كمان، الحاجات اللي اتغيرت انه فرض على الناس اللي تأدي في المستشفيات التعليميه انه لازم يكون جيد جدا كتقدير عام، جيد جدا في التخصص. طيب النهارده الناس اللي جايبه جيد في التقدير العام او جيد في التخصص او اقل من كده، الناس دي تتعلم فين؟ احنا محتاجين اماكن نتعلم فيها، محتاجين التعليم ما يتفصلش ويرجع بتقدير جيد عام جيد ماده عشان ندي فرصه للناس كلها ان هي تتعلم. التعليم ده جزء من المؤسسه الصحيه التابعه للدوله، فبالتالي ما ينفعش المؤسسه تنفصل لوحدها كده وتقول ان انا مش هقبل غير تقديرات معينه او ناس معينه او نفتح مجال للوسائط. فمحتاجين ان احنا نفصل التعليمي، ومحتاجين نزود احتياجات التعليم، محتاجين نزود احتياجات وزاره الصحه بما يتناسب مع عدد المستشفيات الحقيقي وعدد الاطباء المقدمين اللي هيتقدموا لحركه نيابات سبتمبر. يعني احنا محتاجين فرصه عادله للدكاتره عشان يتعلموا، عشان يقدروا يخدموا المواطنين. ده كل اللي احنا طالبينه، حركه نيابات عادله.